الفرق بين البنت والولد لما الاستاذ يطردهم من الفصل. ايه ده ايه ده؟ قوم وقفي قوم وقفي، انت مش مركزه ليه؟ قوم وقفي، انا مش قلت لك ركزي في الحصه 50 مره؟ يلا اطلع بره لو سمحت. اطلع ايه؟ لا اطلع بره خلاص بقى، اخر مره والله والله العظيم، لا ركز في الحصه ومش عارف اي حاجه تاني. بص انت عارف بقى، معلش والله العظيم اطلع بره، والله العظيم ما كده تاني خلاص بقى. اه والله العظيم معلش، اخر مره والله والله اخر مره والله اخر مره. طب خلاص تقعدي تركزي في الحصه، اقعدي. شكرا شكرا. الاستاذ اللي بيتكلم في التليفون لو سمحت قوم اقف. لا والله مركز يا استاذ، بس مكالمه جات لي في السريع كده فرديت يعني، معلش حقك عليا. لا يا فندم والله ما يخصنيش الكلام ده يا فندم، انا اسف ان هقول لك اطلع بره. اطلع بره الفصل ليه يا استاذ؟ ده انا هموت واحضر الحصه دي يا استاذ. ليه؟ لا انا عايز احضر الحصه دي يا استاذ. يا استاذ معلش سيبني احضر الحصه دي يا استاذ. يا اسطى حبيبي يا استاذ معلش سيبني انا احضرها يا استاذ، سيبني احضرها. يا ابن المحظوظه مشي بدري، مع ان عمال اتكلم والاستاذ منفضلي مش عايز يطلعني بره، مش عارف ليه.